فانا سعيده ومبسوطه. وعايزه اقول لكم حاجه، انتوا شخصيه العام 2020 مش انا، لان انتوا اللي عملتوا كل ده. ولو انا كنت قلت من الصبح لغايه بالليل يا جماعه ساعدونا يا جماعه عايزين مش عارفين، كان ممكن جدا ما حدش يستمع او حد ينفذ او حد يقتنع. انما انتوا كان عندكم من جوه قلوبكم النيه ان انتوا تتجمعوا وان انتوا تنسوا خلافاتكم وان انتوا تحوطوا على بعض، عشان كلكم مصريين بره خط الدفاع الامن القومي المصري. انتوا سفراء الدوله، انتوا جنود الدوله، انتوا اسود الدوله، انتوا. فعشان كده، عشان كده انا اللي بحتفل بيكم النهارده. وانا بقول لكم يا غاده يا جاكلين يا مدام مها يا استاذ علاء يا وائل يا صالح يا جيهان يا عبد الله يا ناديه يا طارق يا منى يا منى 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 احمد منى يسرية 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 وحسين حسين 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 كلكم، كل واحد النهارده هو شخصيه العام 2020 عشان الايد الواحده ما بتسقفش.